في لقاء خاص لأخبار مصر قال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه لا يمكن أن يحدث تسريع للانتقال إلى أنظمة مائية وغذائية مرنة وإلى الطاقة المتجددة ما لم تكن المرأة مؤهلة وماهرة. عدد كثير من الأحداث على مدار الساعة من خلال توقيع اتفاقيات، من خلال وجود استثمارات جديدة في مصر، من خلال رؤية للدول المشاركة لإيجاد حلول للتقليل من نسب الانبعاثات ونسب الكربون والبحث عن حلول لمشكلات المناخ خلال الفترة القادمة. يمكن خلال الأيام الأولى للمؤتمر كان هناك تعليق على المرأة كعنصر فاعل في التغيرات المناخية ومحاولة من مختلف الدول وعلى رأسها مصر على تحفيز دور المرأة وخاصة في قضايا المناخ بالتحديد. يمكن يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. بنرحب بك فندم على شاشة التلفزيون المصري. هناك اهتمام بالمرأة كعنصر فاعل في قضايا المناخ، هي التي تنشئ أجيال وأجيال، هي التي تغرس ثقافة الاهتمام بالبيئة. عايزين نعرف أهم هذه المحاور وكيفية خلق دور ريادي للمرأة سواء المصرية أو حتى على مستوى الدول الإفريقية والعالم في هذا الشأن. أولا النهاردة يمكن من يوم الاثنين حصل تطور كبير جدا في قمة المناخ، كان في اليوم الرسمي اللي بتقوده الرئاسة المصرية على المرأة وتمكين المرأة في قضية تغير المناخ. افتتح الكلمات كلمة من السيد الرئيس ألقتها الوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. الكلمة كانت كلمة عظيمة جدا لأنها أكدت على التمكينات المختلفة للمرأة المصرية والتي يعني أظهرت القيادة السياسية كيف تساند المرأة وكيف تساعد المرأة وكيف تقوم باهتمام كبير جدا بقضية المرأة، بالإضافة إلى أهمية دور المرأة في الدول العالم وخاصة الدول الإفريقية في قمة المناخ وفي الدول المختلفة. في يوم الرئاسة أطلقنا أيضا مبادرة أفريقيا، المرأة الإفريقية للتغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ، وانضم أكثر من 9 دول معنا، الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكونسورتيوم أو مجموعة من الجهات الدولية، ومعنا مجتمع مدني دولي. كل ده كان في يوم المرأة، 10 جلسات، 50 متحدث، كان في ضخم كبير جدا. يمكن كانت الغرف مكتظة بالحضور، ناس قاعدة على الأرض وكان في تفاعل كبير جدا. هي خطوات جادة للغاية، مصر تدعمها بكل قوة وصولا إلى تحقيق دور المرأة والريادة لها والحفاظ عليها في وقت الأزمات والكوارث التي قد تحدث والتغيرات المناخية، وهي كما ذكرنا لها دور فاعل في وجود تنشئة حقيقية ترعى نشوة وترعى الأطفال وتغرس فيهم الثقافة البيئية التي يسعى العالم إلى تطبيقها بشكل كبير خلال السنوات القادمة، حفاظا على المناخ من تغيرات سلبية قد تؤثر عليه بشكل قد يؤثر أو قد يولد يعني كوارث طبيعية لا قدر الله قد لا تنجو منها الأجيال القادمة.